بالنسبة لي كانت طبعا تجربة مختلفة، يعني احنا نتدرب على جميع الأجهزة وكيف طريقتها وزي كذا، بس لما نروح لمحطة الفضاء وجود انعدام الجاذبية شوية يخلي المسألة يحتاج لها تفكير. يعني هنا خلاص ناخذ الكاسة ونشرب ما حنفكر، هناك لازم تتأكد انه مثلا صمام مقفول مرة كويس، انه الموية ما راح تطلع، حتى لما تحط الموية على جنب تتأكد انك انت ثبتها في مكان، ولا ممكن ترجع بدل ما حتلاقيها موجودة مكانها، وهكذا. الأكل نفس الطريقة، سبحان الله يغلب شعور الشبع طول مدة الرحلة، ما تحس انك انت تتذكر موعد الأكل جدول. بالجدول اللي موجود. صحيح نعم. صحيح، انا السرير حقي او المكان النوم حقي كان موجود في الكبسولة الأوروبية، فكان سريري تقريبا في السقف، فكنت انا انام في السقف ووجهي على الارض، يعني شوي مختلف وضعية النوم.